أبو ظبي رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي رائد الخضر. رائد صباح الخير وأهلا وسهلا بك. سأتحدث عن مرور عام من الحرب على أوكرانيا. هل ممكن برأيك كيف ممكن أن نصف استجابة البنوك المركزية لتأثيرات الحرب على الاقتصادات العالمية؟ هل نجحت في تخفيف من حدة التأثير أم لم تنجح لحدود الآن؟ بالتأكيد مرور عام على هذه الحرب، الحرب هذه كانت سببت ضغوط كبيرة وخسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي، وأهمها الضغوط التضخمية التي فجرت مستويات التضخم للارتفاع بشكل كبير جدا بنتيجة ارتفاع في أسعار الطاقة وكذلك في أسعار السلع الأساسية، وقضت مضاجع مباشرة الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل كبير، حيث ارتفعت انفاقهم على الاستهلاك المواد الأساسية، بالتالي اضطروا أن يدفعوا جزء أكبر من دخولهم لنحو هذه الأدوات أو السلع الأساسية من حتى يتم هناك نوعا ما مجابهة لهذا التضخم. طبعا البنوك المركزية رأت هذا المنظر ورأت هذا الموقف، مستويات التضخم ترتفع بشكل كبير جدا في أوروبا، تجاوزت الـ 11% في بريطانيا، كذلك الأمر فوق التو ديجيت وصلت إلى قمتها. كان لابد من تدخل سريع، وهو عبارة عن بطريقة الاقتصاد هو عبارة عن تقليل في النمو الاقتصادي، ولكن بهدف خفض أسعار السلع بشكل قوي جدا، ورأينا تشديد كبير في السياسات النقدية ورفع متتالي ورفعات كبيرة في أسعار الفائدة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أوصلتها إلى مستويات الحالية عند 4.50 إلى 4.75%، في أوروبا عند 2.5%، وكذلك في بريطانيا. أعتقد الأهم هو أنه هذا الرفع الشديد والسريع في أسعار الفائدة راح يكون يسبب ضعف في النمو الاقتصادي وتباطؤ وارتفاع في معدلات البطالة تدريجيا، لأنه عم نرفع تكلفة الاقتراض على الأفراد وكذلك على المشروعات التجارية، بالتالي رأينا وسمعنا رائد المستثمرين حاليا هل يأخذون عامل الحرب أنه عامل خلاص نتعايش معه، باعتبار أنه لا أحد يعرف متى ستنتهي هذا الحرب، وبالتالي هم يبنون استثماراتهم بوجود هذا العامل في الوقت الحالي؟ يعني إلى درجة كبيرة جدا الصدمة والمفاجأة المرتبطة بالحرب لم تعد موجودة في الأسواق، بدأت الأسواق تقلل من مرونة أو عتبة الحساسية فيما يتعلق بمجريات الحرب. بلا شك أي بوادر إيجابية لانفراج وحلول سلمية وتوقف عن التصعيد سوف يكون هناك ترحيب لهذا الأمر بانتعاشات في الأسواق إجمالا، وبالتالي تفاؤل مستقبلي أنه ما رح يكون في عنا اضطرار أو توجه نحو سياسات نقدية ممكن أن تقلل النمو الاقتصادي أو تضغط على النمو الاقتصادي العالمي. أعتقد المستثمرين لا زالوا يقيمون بشكل كبير جدا يعني وجود فرص استثمارية، لا يوجد حتى الآن أمامهم خيارات أخرى إن صح التعبير، يوجد فرص استثمارية موجودة في العديد من القطاعات على رأسها قطاعات غير مرتبطة بالطاقة والغذاء بشكل مباشر. شفنا التكنولوجيا اللي على سبيل المثال ناسداك حقق أكثر من 7% نمو من أول السنة لهلا. باعتبار أن الفيدرالي لا زال متوجه لرفع معدلات الفائدة، كيف ترى الحركة الاستثمارية في الفترة القادمة؟ هل ستكون للأسهم، للسندات أم لأي أصول يعني؟ يعني اعتقد انه راح في بالفتره الماضيه كانت السندات هي الابرز، ونتيجه ذلك نتيجه ارتفاع اسعار الفائده بشكل واضح. الان يوجد لدينا افاق مستقبليه انه نحن وصلنا اقتربنا من قمه تشديد السياسه النقديه، ممكن رفعتين اضافيات في اسعار الفائده باقصى تقدير، الاسواق تسعر امكانيه استقرار اسعار الفائده بالفتره القادمه ومن ثم هبوطها، حتى اذا ما راوا هناك بيانات اقتصاديه مقترنه تحتاج انه يكون في تسهيل اكثر بالاقتصاد. فراينا الفرص الاستثماريه مرتبطه اكثر باسواق الاسهم على المدى الطويل. نعم. راينا انه العام الماضي اغلق على اللون الاحمر اس ام بي 500، اعتقد مرجح بشكل كبير يغلق اخضرا هذا العام. انا اشكر لك كل هذه التوضيحات وتواجدك معنا رئيس قسم الابحاث في مجموعه إكويتي رائد الخضر، شكرا جزيلا لك.